الدول، والنهارده طلع على النت النيل الاعداديه بنات شارع 18. لا عارف شارع 18 فين، ولا حد يقول لي النيل الاعداديه فين. ابتدائيه دي ابتدائيه، انا مش هعمل ايه يعني؟ وليه الدوخه دي كلها يعني؟ انا في من امبابه من شارع الاقصر، ايه يوديني في اخر الدنيا؟ هو ده تفهم بيضللونا يعني؟ وتقول انتخابات وقرف. انا مفروض في محيط الدايره بتاعتي بروحش في اخر الدنيا وتقول فين الابتدائيه فين الاعداديه؟ مفيش. شارع 18 محدش عايز يوديني. بيقول لي انا اخوات مصلحه ازازه لحضرتك. بيقول لي النيل الاعداديه 18 شارع مدينه العمال. دي مدينه التحرير. مدينه العمال حضرتك رحتها؟ قالوا لي لا مفيش. طب انا اعمل ايه؟ مدرسه النيل جنب الاسم يا حاج. دي تاج الدول حضرتك هناك. خلاص يا حاج حضرتك احنا ما تقولي له هو المدرسه دي فين؟ مشكله فوق ال 60 يعني ده نعزمونا. طيب ما احنا مش لازم نتكلم على الطابور. الله ايه الحكايه دي يعني؟ فين المسؤول هنا نتكلم معاه؟ ما فيش. عم شوف الناس اللي جوه اللي نايمه دي. الله الله ايه العذاب ده؟ صبر صبر يا حاج صبر. ايه بس؟ يا ما فيش غير 42 بس اللي شغاله. سالت او طلعتها بالكود القومي؟ انا عمال ببعت الرساله اللي هي بالموبايل. بيديني غير متاح. يعني ايه غير متاح؟ قالوا لي ابعت رساله 551 51 التليفون باسمي بالرقم القومي هيجيني رد بالمكان، فما فيش حاجه بتديني غير متاح. دي مشكله انت بتواجهها فمش عارف لجنتك الانتخابيه؟ لا مش عارف. لا مش عارف. مستني بتوع السنتر، يمكن الرصيد معايا قليل ولا حاجه. مستني بتوع السنترالات يفتحوا اشحن تاني وابعت تاني، يمكن قله رصيد. الله اعلم. انا اشوف مصدر اللجنه مش عارفين طريق اللجنه. ازاي يعني؟ احنا بنحاول نساعده. في ناس بتعرفش تقرا الرسايل. المفروض يبقى على 51 51. بس المشكله ان الاسماء كتير. والله العظيم شغل صعبات. هيقعد له اكتر من ساعه. ناس كبيره بتعرفش تقرا. وفي ناس طبعا انت عارفه نسبه الناس اللي ما بيعرفوش يقروا غير النظر. وهم مانعين اي حد يعمل اي مساعده يعني. بس يعني هم لو جابوا ناس بتطلع الانتخابيه بتطلع يجيبوا الارقام بتاعت الناخبين افضل من ده يعني. ان هو يقعد الفتره دي كلها يدور على رقم. بقى لي ساعه بدور على رقم مش لاقيه. بقى لك ايه؟ ساعه والله. طب ما تتصل.